فالحجر يقاتل رصاصا وألف قنبلة بصيحات. تفتح والله عمار أنا جيتكم بصنع محلي بل كان ملقب باختصار. اعرفن الدم فار ما يعرفن لغة التخلي. هذه الفعالية عبارة عن تخريج فوج جديد، فوج الشهيد القائد سعد صايل أبو الوليد، وهي تخريج دورة عسكرية متقدمة، وهي رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن الكتائب ما زالت تستثمر هذا الوقت والجهد للإعداد والتجهيز والتصنيع والتطوير والتدريب وإنشاء جيل وإعداد جيل فلسطيني جديد ليقاتل هذا العدو ويدافع عن أرضه ومقدساته ووطنه وأبناء شعبه. نقول لهذا الاحتلال بأن استفزازنا كمسلمين وكفلسطينيين وكمقاومة في من خلال اقتحاماته اليومية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، فنحن نقول بأن على عتبات المسجد الأقصى تسقط كل الحسابات، لأن المسجد الأقصى له قيمة دينية ووطنية وإنسانية لدينا كشعب فلسطيني. فالأفضل لنتنياهو أن يعتبر مما حدث مع شارون وأن يتحدث بينه وبين نفسه أين شارون اليوم عندما اقتحم باحات المسجد الأقصى. ونحن في كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني سيكون لنا كلمة وكلمة فصل إذا لم يعود هذا المحتل وقياداته المجرمة عن غيه وعن الازدياد إغالا في مقدساتنا وأبناء شعبنا. Allah 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 Allah